مظاهر الإعجاز في القرآن طبعا أولا بدء السور بحروف مقطعة، وهذا عجيب، ولم يأتي أحد لا قبله ولا بعده أنه بدأ كتابه مؤله تعالى الله عز وجل أن يكون تأليفا بحروف مقطعة أبدا. ولا يعني على الرغم من أنه جاء وسلم ببلاغته لم يأتي مؤلف ليبدأ كتابه أو مؤلفه بالحروف المقطعة، وهذا شيء عجيب. أيضا كثرة صيغ استعمال صيغ سبل الالتفات من الغيبة إلى المخاطب وإلى غيره بشكل عجيب. أيضا ما فيه من أخبار ومغيبات وحجج وبراهين وغيبيات لا يمكن أن يأتي بها بشر، يعني لا من حيث حقائقها ولا من حيث يعني الإخبار عنها ولا من حيث صدقها ولا من حيث طريقة إيرادها ولا حيث سهولتها ولا من حيث استيعابها، ولا شيء يعني عجيب. أيضا ما يتضمنه ختام الآيات من نهايات، كذلك ينزل كل كفور، وما ربك بظلام للعبيد، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، إنهم كانوا في شك مريب. يعني نهايات خواتيم يعني ارتباطها بما سبق وجمعها لما سبق، وسواء كانت يعني حقائق سواء كانت تعليل سواء كانت على جهة المثال على جهة الحكمة، لا 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 لا, لا نظير له. أمامي آيات فيها حجج عجيبة، يعني لن أقف عندها لعلي أكتفي بتلاوتها. في سورة يونس يقول عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يعني عجيب أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن نفسه، ولا يمكن أن يتحدث لو كان مؤلف، لا يمكن. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلى ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عظيم. لبعدها قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. لا أظن أعظم حجة هذه الحجة أن 40 عام معكم، وأتى بهذا الكتاب الناضج، لا جالس يألف فيه ولا كله يتنزل، وإن كان نزل منجما 23 عام، لكن كل اللي ينزل كامل. قال لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقل. والآية الثانية في سورة الأحقاف: أم يقولون افتراه قل افريته فلا تملكون لي. يعني عجيب أن هذه يعني الخيارات الست صح التعبير، فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني تحلله من 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 أي من المسؤولية لا أدري. يعني لو كان يعني إن صحت بروح ريادة ويروح زعامة أو روح يعني استعلاء لا يمكن يقول ما أدري أنا يوحى إلي وأنقله إليكم ما أدري وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع حصرية إن أتبع إلا ما يوحى إلي